السلام عليكم. دعت الجمعية الجزائرية للموزعين المعتمدين للسيارات إلى كشف عن مصير 1500 سيارة تابعة لمجمع فولكسفاغن الألماني التي تم الإفراج عن قطعها قبل أشهر بميناء مستغانيم. وأضاف رئيس الجمعية السيد سالم عثمان أنه بعد فسخ مجمع فولكسفاغن العالمي عقده مع مجمع سوفاك، تعطل تركيب هذه السيارات التي تم الإفراج عن قطعها التي كانت محجوزة في الموانئ، وقال أن جمعيته مستعدة للمساعدة من أجل الوساطة لتركيب هذه السيارات وبيعها واستفادة خزينة الدولة من عائداتها المقدرة ب 600 مليار سنتيم. ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمعية سالم عثماني في ندوة جريدة الشروق عن وجود قرابة 250 ألف سيارة جديدة اشتراها الجزائريون خلال 3 سنوات الأخيرة لا تزال تشملها خدمات الضمان، غير أن العلامة الأم والمصانع تنكرت لهذه الخدمات وانسحبت من السوق الجزائرية دون سابق إنذار، رغم العقود التي تجمعها مع وكلاء السيارات والموزعين المعتمدين. وفي الأخير، هل حقا هذه الجمعية مهتمة ب 600 مليار سنتيم اللي غادي تدخل إلى الخزينة؟ وإذا باعوا هذه السيارات، شكون اللي عندها الأولوية به يشريهم؟ شاركونا رأيكم في خانة التعليقات. سلام.